عشان انا بس كنت مع حسن وقت القبض، فانا عندي شويه تفاصيل خاصه باليوم، بس حابه ان انا ابتدي مش من يوم 21 يناير اليوم اللي اتقبض عليه فيه، حابه ابتدي من يوم 23 نوفمبر 2012. في مرحله ما كده، احنا دلوقتي في مرحله ما من انه النظام عايز يحطنا في متاهه طول الوقت بمحاولاته للقبض طول الوقت على اعداد كبيره من النشطاء، بعدين توسع فيها بقت القبض بشكل عشوائي على اعداد كبيره من المواطنين المعديين، فيبقى في حاله من يعني اخذ الطاقه من الثوار في انهم يبقوا بيحاولوا يوجهوا ثورتهم في مطالب حقيقيه خاصه بتغيير شكل النظام، بالعداله الاجتماعيه، بديمقراطيه حقيقيه، لان احنا نفضل دايرين في دوامه. حسن كان من اكتر الناس اللي بيقدروا يبقوا حائط صد للمحاولات دي. يوم 23 نوفمبر دي كانت اول قبضه يعني تبقى عددها كبير، فعندنا في اسكندريه كانت اتقبض على عدد من الشباب واتوجه لهم تهمه ان هم بيحاولوا يحرقوا المقر الاخوان المسلمين في سموحه. واللي حصل يوميها انه النيابات بدانا نشوف انه النيابه اغلبها متواطئ بشكل حقيقي مع النظام. النيابه بالداخليه متواطئين مع النظام الحاكم في انهم مش بس بيلفقوا يعني قضايا للمواطنين والنشطاء، بس كمان بيحاولوا يدوهم وقت صعب فعلا. يعني احنا يوميها الشباب المعتقلين عدوا على ثلاث نيابات، تاخدوا من نيابه المنشيه، نيابه العبقريين، ونيابه باب شرق، على اساس ان المجموعه دي حاولت تحرق ثلاث مقرات. اوكي، يوميها اللي حصل ان حسن مصطفى لما طلع قرار اخلاء سبيل، وفضل اصلا قاعد يوميها طول الليل في النيابه بس علشان نتاكد انه الاجراءات القانونيه بيتم التعامل بيها. لان احنا مثلا اكتشفنا الناس كانت بتدخل النيابه ساعات والكلبشات في ايديها، ودي حاجه مش قانونيه. اكتشفنا الناس ساعات بتتحجز في اماكن مش خاصه باماكن الاحتجاز، ودي حاجه احنا ما نعرفهاش غير بوجودنا في النيابه. حسن يوميها لما طلع قرار اخلاء سبيل للشباب بعد يومين من البهدله اللي تم بين ثلاث نيابات، قرر انه من حق النيابه انها تقرر اخلاء سبيل من سراي النيابه. بس دي حاجه النيابه ما كانتش عايزه تعملها علشان تدينا وقت اصعب وتدي للناس درس ان هم ما يقدروش يطالبوا بحقوق. حسن يوميها نام قدام عربيه الترحيل وقال انه احنا بنستخدم حقنا القانوني، بما انه خلاص هو كده كده اخلاء سبيل والشباب دول ما عملوش حاجه، واغلبهم كمان يعني كلهم كانوا ما عندهمش اي سوابق جنائيه، فحقهم ان هم يطلعوا من النيابه، وده اللي حصل، وده كان بدايه الانتصار. في رايي انه دي كانت بدايه المشكله، مشكله حسن مع وكلاء النيابه التابعين والخاضعين للنظام نفسه. يوم 19 و20 يناير، 20 يناير بالذات، بان انه كمان القضاء متواطئ مع النظام. اللي حصل انه ده كانت الجلسه بتاعه الضباط قتلت شهداء 28 يناير، وهي بتتاجل بقالها وقت طويل جدا عندنا في اسكندريه. واللي حصل انه ظهر للمحامين انه القاضي ليه توجه سياسي معين، وانه هيحكم في الاغلب ببراءات لعدد كبير من الضباط، منهم وائل الكومي يعني اللي قتل اكثر من 30 شهيد. فاللي حصل انه المحامين لما اعترضوا الامن ضربهم جوه المحكمه، ودي كانت بدايه مرحله احتجاج خارج المحكمه. يعني المتظاهرين اللي كانوا واقفين بره لما عرفوا انه المحامين اتضربوا من الامن المركزي قدام القاضي جوه المحكمه في مكان يعني، وكانوا محامين مش نشطاء مش اي حاجه لازم تأدي عملها بما ان احنا في دوله قانون، فانه اتضربوا. فيعني ده رساله موجهه بشكل حقيقي من النظام ان احنا ولا دوله قانون ولا نيله ولا دين، ما تفتكروش ان انتوا عملتوا ثوره، وان لسه النظام زي ما هو، الداخليه لسه هي اللي بتتحكم في الموضوع، انه الاخوان المسلمين هم ابتدائي طبيعي جدا لنظام مبارك، وانه القضاء مش مستقل. فجاه حصل حاله، يعني عدد المتظاهرين ما كانش كبير فعلا، بس فجاه حصل حاله من الهرج كده والمرض، وفجاه بدات اكبر حمله قبض عشوائي كانت يوميها. يعني في فيديوهات متصوره للشباب متاخدين من على القهوه، من على القهوه التجاريه جنب المحكمه. الشباب دول اتاخدوا يوميها، حسن ما كانش في اسكندريه، يوميها حسن كان في القاهره. وحسن وصل اسكندريه بعد ما الاحداث دي حصلت، واحنا كنا بدانا نلم مين اللي اتقبض عليه.
فبدانا نجمع اسامي الناس اللي على الاقل نعرفهم، لانه احنا اكتشفنا ان قضى عشوائيه كبيره، بس ان في ناس احنا نعرفهم فلان وفلان وفلان وعايزين نروح نسال عليهم. حسن اول ما جاء قرر انه عايز يروح يعمل بلاغ في اسم العبقريين، وبالفعل رحنا توجهنا على اسم العبقريين وعملنا بلاغ، اتهمنا فيه رئيس الجمهوريه، وزير الداخليه، مدير امن اسكندريه، وظباط اسم العبقريين بانهم خطفوا الشباب دول اللي احنا مش عارفين لهم مكان معلوم. يوميها بالليل او عن طريق يعني تليفون جال حسن مدير الامن تقريبا كان يعني بيحاول يكلم حسن. حسن قال له احنا ما بنتكلمش مع اعدائنا، ما بنتكلمش مع الداخليه، واحنا عايزين الشباب بتوعنا، واحنا هنمشي في الشكل القانوني الطبيعي بتاعنا، احنا عاملين محاضر. وبالفعل تاني يوم قررنا ان احنا هنروح النيابه عشان نتابع المحاضر. اكتشفنا بقى انه اولا انه كان في يوميا كان في قبضتين، قبضه الصبح في من 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 قدام المحكمه، وقبضه بالليل على خلفيه محاولات حرق المحكمه. مش عارفه مين كان بيحرقها، لانه كان كل المتظاهرين اغلب اهالي الشهداء كانوا موجودين عند اسم العبقريين عشان يعرفوا يجروا ورا الناس المقبوض عليهم. الناس دي كلها رحنا يوم ال 21، فقالوا لنا انه اتحقق مع مجموعه 11 واحد، منهم طفل اسمه عمر هشام عنده 14 سنه بالليل من غير وجود محامي، وانه في مجموعه ثانيه مقبوض عليهم 31 واحد، منهم طفل اسمه محمد صابر عنده 11 سنه. يعني دي حاجه يعني مفيش اي بني ادم ممكن يتلخبط في طفل عنده 11 سنه خالص، يعني ده استهداف بشكل حقيقي. فالطفل منهم اسمه محمد صابر، ان هم هيتحقق معاهم في برج العرب، ودي كانت اول مره في حياتنا نسمع فيها انه لانه النيابات عندنا في المنشيه انه النيابات بتتنقل لبرج العرب، وكان هيبتدي التحقيق معاهم بدون محامي. ولولا انه حسن طلع ل النيابه والمحامي العام كان فعلا هيتحقق مع الناس دي وما حدش هيعرف عنهم حاجه. اللي حصل ان احنا توجهنا لمكتب نيابه المنشيه، احنا ما نعرفش مين اللي فيها، فاكتشفنا انه احمد درويش هو اللي فيها. احمد درويش قبل كده كان معاون نيابه في قضيه حسن، اخذ كان متلفقه لحسن واخذ فيها شهر قبل الثوره بسبب اهتمامه بقضيه خالد سعيد. فراح حسن دخل، واحنا كلنا ساعتها بشكل حقيقي يعني متنرفزين شويه، بس يعني دخلنا وقلنا لهم ان احنا راينا انه النيابه متواطئه، وان احنا شايفين انه وده كان بشكل جماعي يعني ما كانش حسن بس، ومحامين حتى في عدد كبير من المحامين الموجودين، وانه احنا شايفين ان احنا عايزين نعرف الشباب دول فين. ساعتها احمد درويش قال انا ماليش دعوه وعايزين تطلعوا مع المحامي العام. احنا ما قعدناش خمس دقائق في مكتب احمد درويش وطلعنا على مكتب المحامي العام. طلعنا على مكتب المحامي العام، كان فيه محامي العام وعدد كبير جدا من رؤساء النيابه ومن رؤساء النيابات ووكلاء النيابه، ودخلنا اتكلمنا انه احنا عايزين نعرف الشباب دول فين. فالمحامي العام قال اكتبوا طلب واحنا هنوقف التحقيقات، وبالفعل ده اللي حصل. كتبنا طلب للمحامي العام وهو امر بوقف التحقيقات لحين انه المحامين يروحوا هناك. ساعتها حسن مصطفى وحد صديقنا اسمه انس وانا رحنا على مكتب سكرتير النيابه وفضلنا قاعدين لفتره بنتناقش فيها مع السكرتير بتاع المحامي العام عن انه رؤيتنا للنيابه، وقعد يتكلم معانا انه لازم الشباب يدعموا النيابه، واحنا كان راينا انه احنا شايفين انه عمر ما النيابه عمر ما وكلاء النيابه دعموا الثوره بشكل حقيقي. اغلب دول وكلاء النيابه اللي دلوقتي عشان بيعملوا اضراب، بس هم في الحقيقه بيحكموا على العمال في اضراباتهم باقصى عقوبه. قعدنا فتره طويله، جاء تليفون لواحد اسمه مدحت شرف اتقال فيه الاتي، اتقال فيه انه في وكيل نيابه من المنشيه تم الاعتداء عليه. ساعتها حسن قعد يضحك وقعد يقول له يعني قال له انا متاكد انه دي هتتلفق، وفضلنا قاعدين. لو حسن مصطفى كان عمل اي حاجه كان هيتحرك ساعتها، احنا ما كناش محتجزين ولا اي حاجه، كنا ساعتها قاعدين في المكتب بكامل ارادتنا. ساعتها انا كنت متنرفزه جدا، حسن هو اللي كان بيهديني، قعد يقول لي احنا خدنا اللي احنا عايزينه، احنا مشينا اهو بالشكل اللي كسبنا انه الشباب دول مش هيتحقق معاهم غير بوجود محامين، واحنا قاعدين كنا ساعتها علشان مستنيين محامي تاني يجينا عشان نقدم بقى بلاغ في القبض على اطفال. كنا قاعدين مستنيين. ساعتها حسن راح قايل لنا طب بصوا يا جماعه عشان ما نعطلش الناس عن شغلها تعالوا نطلع نقف بره في كوريدور المحامي العام. وقفنا في كوريدور المحامي العام مفيش دقيقتين لقينا عدد كبير جدا من قوات الامن المركزي في كوريدور يعني ما يجيش 3 متر عرضه يعني مترين ونص. كوريدور صغير جدا ضيق، فجاه لقينا قوات امن مركزي بتحاول تاخد حسن واحنا مش فاهمين ليه، حاولنا نشد حسن ما قدرناش.
حسن حاول حتى يفتح الباب بتاع سكرتير النيابه اللي احنا كنا قاعدين عنده اللي احنا طلعنا من عنده كل هدوء، واحنا اللي جه في دماغنا ساعتها ان هم بس هيحاولوا ينزلوا حسن عشان يعني علشان هم متضايقين منه عشان كل خلافاته وفتحه لوكلاء النيابه الفاسدين يعني. فده اللي جه في دماغنا، ما كناش متخيلين انه حسن بقى متهم، لا يعني متهم في ثلاث قضايا. واحد قضيه التحريض على يوم 20 يناير اللي هو كان فيها في القاهره. اثنين قضيه ضرب ضابط يوم 15 يناير هو كان في اغلب المظاهره مش موجود يعني. ثلاثه انه سبب احمرار خدين خد احمد جاويش وكيل النيابه. واحنا مش عارفين لغايه دلوقتي ايه التحقيقات السريعه العظيمه اللي بتطلع دي، احنا بنموت علشان نطلع تحقيقات لجرائم واضحه وضوح الشمس زي قتلت الصوار مثلا. انه كمان كان في غلطات كتيره في التقرير الطبي نفسه. اولا التقرير الطبي اتعمل متاخر جدا عن الوقت اللي ممكن يفضل فيه اثر الم، ده اقصد شيء يعني. احنا كنا في المكتب على الساعه حوالي 11 ونص او 12، التقرير معمول الساعه 6 بعد الظهر. انه في الاول وفي الاخر الحكم اللي اخده حسن هو حكم مشدد اصلا يعني الم حسن ده لو حتى هو اللي عمل كده، يعني هو ما عملوش، بس يعني لو عمل ده ياخد سنتين، في حين انه صفوت شريف يطلع بضمان محل الاقامه، في حين انه الضباط اللي قتلوا شهداء واللي خلوا يعني اسر بحالها تفقد ابنائها وازواجها وابائها ياخدوا براءات. فده النظام اللي احنا عايشين فيه بشكل حقيقي. هي دي دوله القانون. الرئيس مرسي المدني المنتخب قرر انه يقول للناس انه انتخبوني علشان انا مش زي مبارك، انا مش زي العسكر. هو في الاول وفي الاخر نفس الامتداد ونفس النظام، هو اللي بيدفع الثمن لغايه دلوقتي الثوار الحقيقيين والنشطاء اللي بيفضحوا النظام بشكل حقيقي. حسن مش اول واحد يحصل له ده ومش اخر واحد هيحصل له ده، بس حسن اتجمعت فيه كل السبل اللي بتبين الظلم بتاع النظام. التلفيق، سرعه المحاكمه نفسها اللي كانت غريبه جدا، منع الشهود من ان هم يقولوا شهادتهم، منع اعاده التحقيق مع انه انت خصم ليك النيابه نفسها اللي بتحقق معاك. فاحنا عندنا بشكل حقيقي بيبين انه قد ايه النظام لسه زي ما هو، وانه يعني زي ما حسن كان طول الوقت بيراهن، طول الوقت حسن يقول انه الحل في الناس، انه الحل عمره ما هيجي من احزاب ومن كيانات اصلاحيه في الاول وفي الاخر، وهي جزء من النظام. يعني ان شاء الله نتمنى الاستئناف بتاع حسن يوم 13 ابريل. نتمنى ان شاء الله انه يخرج بالسلامه، مش واحنا راينا انه مش هيخرج غير ب يعني تضامن الناس، مش باي حاجه ثانيه، بان احنا نبان ان احنا كلنا صف واحد، بانه نقول للنظام ان احنا لسه مش بنخاف وان احنا مكملين، وانه عمره لو حتى اخذ اجدع ما فينا احنا هنفضل مكملين لغايه ما نطلع وان احنا اقوى بكتير. طيب انا حابه اتكلم اكتر عن نضال حسن قبل الثوره، عشان الناس ممكن تكون ما بتبقاش عندها معلومات كافيه عن الموضوع ده. انا اول مره اتعرفت على حسن كان ساعه قضيه خالد سعيد. احنا كان في صوره نزلت على النت اللي هي الصوره بعد ما اتعزل، ما كناش فاهمين اي حاجه ومكناش عارفين ايه تفاصيل الموضوع وكده. وبعدين في يوم فوجئنا ان في وقفه قدام اسم سيدي جابر بسبب الولد ده، الناس عرفت ان هو اتعزل في الاسم ده ومات، والداخليه طرمخت على الموضوع وعايزه تدفنه من غير ما يتشرحوا. فكان المقبوض عليهم كان من ضمنهم حسن مصطفى. انا بشوفه دايما في الوقفات او في الندوات، بس عمري ما كنت يعني على علاقه شخصيه بيه او على حتى ما كناش بنتكلم مع بعض في السياسه او في اي حاجه. بس فطبعا اليوم ده اتفرجت على الفيديو بتاعه، فيعني هو كان انسان قوي جدا ودايما بيدي قوه للناس اللي حواليه، يعني مش قوي وخلاص، لا هو كان الناس اللي حواليه بتستمد طول الوقت قوتها وثباتها وحماسها منه. فدي كانت اول مره اشوف حسن فيها. وبعدين بعد كده عرفت ان هو من الناس اللي شاركت في الدعوه لاضراب 6 ابريل 2008، ودي كانت اول مره يتامر عليه فيها. بعد كده بقى الموضوع بدا ياخد شكل بقى ان حسن مش بس بينزل مع النشطاء، مش بس بينزل مع المتظاهرين، حسن هو رمز شعبي في اسكندريه، يعني هو حد بينزل مع سواقين وبينزل مع العمال وبيتضامن مع اي قضيه او مع اي فئه مقهوره ما عندوش
يعني مثلا في خيار وفقوس، وكل الناس عنده اي حد مضطهد او اي حد بيعاني من ظلم او استغلال، هو كان حسن دايما بتلاقيه هو، هتلاقي فيديوهات لحسن تضامن مع شركه الزيت والصابون، ممكن تلاقيه متضامن مع سواقين الميكروباص، وممكن تلاقيه متضامن مع الصيادين. يعني هو حد فعلا بالنسبه للاسكندريه رمز في كل الاماكن، في كل القطاعات، مش بس في قطاع النشاط بس. يوم قبل الضربه ده بقى اللي هو كان اول مره بقى يحصل حاجه لحد صاحبنا قوي ان هو يتضرب برصاصه، وكنا نبتدي نخاف على حد صاحبنا، يعني الموضوع ما كانش صدفه اطلاقا. حسن هو فعلا اللي كشف، كان اول امن دوله يتطحن هو بتاع اسكندريه، يعني كان اول مره خالص يحصل مظاهرات امن الدوله والناس تطالب باحتياج يعني، وكان في اسكندريه. الموضوع كله كان بسبب ان حسن كان معدي وشاف الضباط بيفهموا الورق والمعلومات وحاجات كده، ابتدى يكلم الناس وحاجات كده. لولا كده احنا ما كناش عارفين اي حاجه عن الموضوع، ما كناش الناس نزلت تاني يوم بتظاهر ولا كانت عملت اي رد فعل. فأمن الدوله يعني لما جم قتلوه، يعني هو بيحكي لي قصه الوقت او يعني ضربوه بالرصاصه، كان بطريقه فعلا مقصوده جدا، هو بتشاور عليه وبعد شويه في مخبرين نزلوا من عربيه امن مركزي وضربوه بالرصاص بمسافه قريبه جدا، يعني الحمد لله ان هو الاصابه كانت خفيفه يعني ان هو قدر يستحملها. لكن الموضوع فعلا كان موضوع اختيار، كانت اول مره احس ان في فعلا محاولات اختيار للنشطاء او للناس اللي بتطبخ في الموضوع يعني. فحسن مستهدف طول الوقت، حسن طول الوقت في طار بينه وبين، يعني طار باين بينه وبين السلطه، السلطه دايما عايزه طول الوقت تخفي هذه الوجوه الثوريه وتطلع بدلها ناس ثانيه خالص كيوت وما بيعملوش حاجه وهماش خطر على النظام. فحسن فعليا هو شخص، بس هو شخص خطر على النظام، شخص ممكن يعني يحرك ناس كتير جدا، وشخص رمز فعليا يعني. بس